عايزة أعرف، عايزة أسألك، في ناس كتير قوي قلدت عمرو دياب لما غنى، يمكن لأنه عمرو كمان شافوه مثل. نفس الشيء حصل لمحمد فؤاد لشعبيته، حصل ده مع مصطفى قمر؟ في شفت ناس قلدوك موسيقى و في ناس في طبعا ناس. طبعا بيضايقوك ولا بتبص لهم ازاي الناس دي؟ بحس انه لما بيقلدني في حاجه او حاجه، اتفرج مثلا على اي حد مثلا، بحس انه فجاه خد البدله بتاعتي يلبسها. بس بحس ان هي، بحس ان هو سارقها. ما استاذنيش يعني، خدها سرقها كده. بس هقول ايه يعني، بقول يعني جوايا انا بعزي نفسي ان اقول يعني مش لايق عليه قوي، بس الناس مش واخده بالها. الناس مفكرها بتاعته يعني، سيبه براحته عادي، مش مهم. ادور انا بقى على منطقه تانية، صعب في سكه تانية، صعب ان حد، صعب ان هي تتاخد.